من غير ما ندخل في تفاصيل
بالظبط، بس الرينج لسه ما قفلتش. ليه؟ فوق في حاجه اسمها سي او او اتش، تحت في حاجه اسمها ان اتش 2. يبقى عشان تقفل الرينج محتاج انك تعمل ايه؟ تشيل ووتر. اشيل ووتر ازاي؟ اشيل او اتش من الكربوكسيل مع وحده اتش من الامينو اللي تحتها. فلما تشيل او اتش مع وحده اتش تشيل ووتر، المركب اللي يطلع يبقى اسمه داي هيدرو اوروتيت. فسموا الانزيم ده تسميه عكسيه. تخيلوا كاني عندي داي هيدرو اوروتيت وبضيف له ووتر، فراح مسمينه داي هيدرو اوروتيت. يبقى تاني عندنا اول رياكشن في البيومدين سينسيس شبه اللي في اليوريا بالظبط، كابسي 2 كربامويل فوسفيت سينسيتيز 2 يعمل مركب اسمه كربامويل فوسفيت. تاني رياكشن شبه برضه اللي في اليوريا بالظبط، بنقل الكربامويل على المره دي حاجه اسمها اسبارتيك بدل الاورميسي، فيطلع مركب اسمه كربامويل اسبارتيك بنظام اسمه اسبارتيك ترانس كربامويليز. لما تبص على المركب ده في الرسمه اللي عندنا هتلاقي ده خلاص كان قرب يقفل الرينج، بس الرينج لسه ما قفلتش. عشان تقفل الرينج تعمل ايه؟ تشيل او اتش من الكربوكسيل مع وحده اتش من الامينو اللي تحت، يطلع اتش 2 او، تقفل الرينج، تعمل مركب اسمه دايهيدرو اوروتين. ده عايزك تعرف شكله عشان تفهم. ده شكله كده دلوقتي. ايه المنظر ده؟ ده شكله شبه حلقه البيرميدين بالظبط، بس في ايه؟ اتنين اكسجين وفي كمان منين؟ سي او او اتش. هو ده الدايهيدرو اوروتيت. ليه رسمت لك الشكل بتاعه؟ اصل احنا في الحقيقه الايم بتاعنا في تصنيع البيرميدين ان اول حاجه عايز اعملها اصنع الشكل ده اليوراسين. تعالوا نشوف اليوراسين، نفتكره زمان شكله ايه؟ ده يا ولاد كان كانه حلقه بنزين وشلنا منها الدبل بوند وشلنا كربونه من هنا وكربونه من هنا وحطينا النيتروجين والنيتروجين، يبقى انت عملت رينج اسمها بايريميدي. كنا بنقول لكم زمان يورا سيل، يورا يبقى بيتشاف كده وكده، ليه كده وكده؟ اصل ليه عينتين اهي، عين فوق اهي وعين تحت اهي، دوريه ودوريه. مين الدوريه والدوريه دول؟ اكسجين. يبقى اليوراسيل كده وكده فيه كام اكسجين؟ اتنين اكسجين. طب اليوراسيل في كمان دبل بوند هنا، ده منظر اليوراسيل. يا ترى ايه الفرق ما بين اليوراسيل اللي انا عايز اوصله والدايهيدرو اوروتيت؟ في عندنا فرقين مهمين قوي. اول حاجه الدبل بوند. طب احنا اتعلمنا زمان عشان تعمل دبل بوند تشيل كام هيدروجينه؟ اتنين هيدروجين. ليه؟ لان زمان كنا بنعلمك العكس، انت عشان اصلا تريموف الدبل بوند لازم تحط كام هيدروجينه؟ اتنين. انا دلوقتي لا، مش عايز اريموف دبل بوند، انا عايز اعمل فورميشن للدبل بوند. يبقى اول حاجه لازم اشيل الاتنين هيدروجين. يعني من الاخر بدل ما يبقى اسمه داي هيدرو اوروتين يبقى دلوقتي اسمه ايه؟ وسبت كده، يبقى انت شلت اتنين هيدروجين عملت الدبل بوند. وتاني حاجه لازم تعملها تشيل مين؟ المجموعه الزياده دي اللي هي الكربوكسيل، تعمل دي كربوكسيليشن، تشيل السي او 2. انت لو قدرت تعمل الخطوتين دول على الدايهيدرو اوروتين انت في الاخر وسبت الايه؟ يوراسي. هو ده اللي انا عايز اعمله دلوقتي، ان احول الدايهيدرو اوروتين ليوراسي. يلا نعمل اول خطوه. اتفقنا اول خطوه تعملها تعمل ايه؟ تحط الدبل بوند. طب عشان تحط الدبل بوند تشيل ايه؟ هيدروجين. تشيل هيدروجين من الدايهيدرو اوروتيت، يبقى اسم الانزيم اللي يعمل كده يبقى اسمه دايهيدرو اوروتيت دي هيدروجينيز. الدايهيدرو اوروتيت دي هيدروجينيز، يشيل هيدروجين على ناد فيطلع ناد اتش بلس بروتو. ده الاونلي انزيم، ده مهم عشان ام سي كيو، ده الاونلي انزيم موجود في الميتوكوندريا. اتفقنا بقيه الانزيم موجوده فين؟ في السيتوزول. يبقى اكتب عليه في الرسمه ان ده ميتوكوندريا انزيم. لما انت
انت شلت الدبل التو هيدروجين وكونت دبل بوند هنا فعلا. فبدل ما المركب ده يبقى اسمه داي هيدرو اوروتيت يبقى اسمه ايه بس؟ اوروتيت بس. ده يعتبر نيتروجينس بيز حتى لو ما قلتلكش اسمها بس من شكله ده يعتبر ايه؟ نيتروجينس بيز. ده الاوروتيت. ناقص الخطوه التانيه. ايه الخطوه التانيه؟ اني اشيل مين؟ السي او 2. للاسف زي ما اتعلمنا زي ما انتم شايفين البايوكيمستري ما هياش سهل. لازم يا اولاد نعقدك. ما عندناش للاسف انزيم دايركتلي يشيل السي او 2 ده ويخلصنا على طول ويحول البروتين لمين؟ ليوراسيل. ما عندناش كده. لكن عندنا انزيم يقدر يشيل السي او 2 من البروتين لو كان موجود في صوره نيوكليوتايد. طب احنا اتعلمنا لو ده نيتروجينس بيز البروتين وعايز احوله لنيوكليوتايد ده كده نيتروجينس بيز وعايز اعمل منه نيوكليوتايد ناقص لنا ايه فاكرين؟ برافو عليك. ريبوز وفوسفيت. دايما كنا بنجيب الريبوز والفوسفيت منين؟ اتعلمنا بقى في السلفج المره اللي فاتت من مركب مشهور اسمه ايه؟ بي ار بي بي فوسفوريبوزايل بايرو فوسفيت. اشيل منه الفوسفيت والريبوز وانقلهم على البروتين فيتبقى لي كام فوسفيت؟ اثنين. اتعلمنا اسم الانزيم اللي ينقل فوسفيت ورايبوز على اي حاجه في الدنيا يبقى اسمه فوسفورايبوزايل ترانسفيريز. طب ده نقله النهارده على مين؟ على اوروتيت. يبقى اسمه بالكامل اوروتيت فوسفورايبوزايل ترانسفيريز اوبرات او بي ار تي اوروتيت فوسفورايبوزايل ترانسفيريز. هل الريبوز والفوسفيت على اوروتيت؟ يبقى انا كده حولته بدل ما هو نيتروجينس بيز خليته بقى نيوكليوتايد. طب تعالوا نسمي النيوكليوتايد ده يبقى اسمها ايه دلوقتي؟ يبقى دلوقتي اسمها او ام بي. ايه او ام بي ده؟ اوروتيتين مونو فوسفيت. او ام بي. اكتب لو سمحت على البروتيتين مونو فوسفيت اسمها التاني. ايه اسمها التاني اللي الكتاب هيفاجئك بيه بعد كده؟ احنا زمان يا اولاد مش كنا بناخد اي ام بي ادينوزين مونو فوسفيت اسمه التاني ايه؟ ادينيليك اسيد. فاكرين الجدول بتاع سنه اولى؟ جي ام بي اسمه التاني ايه؟ جوانيليك اسيد. طب اوروتيتين مونو فوسفيت او ام بي يبقى اسمه التاني ايه؟ اوريتيتيليك اسيد. واحنا اتعلمنا حاجه ان لو عندك كلمه اسيد وشلتها بنضيف المقطع ايه؟ فبدل ما يبقى اسمها اوروتيتيليك اسيد ممكن نسميها بعد كده ايه؟ اوروتيتيليت. ليه بتقول الكلام ده؟ اصل للاسف الكتاب فجاه هيفاجئك بالاسم ده من غير اي مقدمات هنعرف فين بعد كده. بس انت اتعلمت دلوقتي ان الاو ام بي اسمها التاني اوروتيتيليت. انا دلوقتي الحمد لله عندي انزيم يقدر يشيل السي او 2 يعمل الخطوه الثانيه اللي كنا عايزينها الدي كاربوكسيليشن. بس الانزيم ده بيشتغل بس على الاو ام بي فيبقى اسم الانزيم ده او ام بي دي كاربوكسيليز. يشيل السي او 2 فبالتالي يطلع اليوراسيل. بس اليوراسيل ده مش لوحده. اليوراسيل ده معاه مين ومين؟ ريبوز وفوسفيت لانه اشتغل على النيوكليوتايد اوروتيتين مونوفوسفيت. فدي مصلحه برضه زياده ان اللي هيطلع مش نيتروجينس بيس بس لا يطلع النيوكليوتايد بتاعت اليوراسيل اسمها يا اولاد يو ام بي يوريدين مونوفوسفيت. يبقى احنا كده قدرنا فعلا نصنع اليو ام بي. يبقى هي فكره بس تصنيع البيولوجين هي في الخطوه دي انك لما تشوف الدايهيدروروتين تعرف انت ناقصك ايه؟ ناقصك حاجتين تحط الدبل بوند ودي فعلا قدرنا نحطها لما حولناه من دايهيدروروتين
انك تشيل السي او 2 بس انت عرفت ان ما ينفعش الانزيم اللي يشيل السي او 2 يشتغل على البيز، لازم يشتغل على ايه؟ نيوكليوتايد. فعشان كده اضطرينا نحول البروتين لاو ام بي، بعد كده بالاو ام بي دي كربوكسيليز صنع لنا اليوراسيل اللي هو اليو ام بي. من اليوراسيل عايزين نصنع باقي افراد عائله البايوميدين. مين باقي افراد عائله البايوميدين؟ تعالوا نفتكرهم مع بعض. اول واحد اسمه سيتوزين. شكله ايه يا ترى السيتوزين؟ للاسف الكتاب ما كتبوش، بس لازم تعرفه عشان تفهم الكلام اللي مكتوب. السيتوزين زي اليوراسيل بالظبط. بس يا اولاد ايه الفرق ما بينه وما بين اليوراسيل؟ اليوراسيل فيه كام عين؟ عينتين، اثنين اكسجين. ده فيه كام عين؟ عينيا واحده اهي، اكسجينيا واحده. لكن اللي فوق فيه مين؟ امينو. ده السيتوزين. يبقى انت عشان تحول من يوراسيل لغايه سيتوزين مطلوب منك حاجه واحده بس، انك تشيل الاو وتحط مكانها مين؟ امينو جروب ان اتش. هتجيب منين الامينو جروب دي؟ من الامايد جروب اوف جلوتامين. لما تروح تذاكر الفانكشن بتاعت الامايد جروب بتاعت الجلوتامين في الامتحان اللي جاي، هتعرف انها بتحول اليو تي بي الى سي تي بي. نفس الكلام، اليو تي بي فيه اكسجين بس حوله لمين؟ لسي تي بي. يشيل الاكسجين ويحط الامايد جروب ان اتش 2، يبقى انت عملت مين؟ سيتوزين. بس السؤال، هو اللي طلع عندك اسمه ايه؟ يو ام بي. يبقى لازم اعمل بعد كده مين؟ يو تي بي. بعد كده مين؟ يو تي بي بالكاينيزيس انزايم. وفي الاخر اليو تي بي ده هو الوحيد اللي يقدر يتحول الى سي تي بي، سيتيدين تراي فوسفيت. عن طريق مين؟ الامايد جروب اوف جلوتامين. بينزل اسمه سي تي بي سين سي تيز. لكن تعالوا بقى نفهم الرياكشن ده عشان مهم قوي. ازاي نحول اليوراسيل الى ساينين؟ هو الساينين شكلها ايه؟ تعالوا نفتكر. الساينين بتبقى شبه اليوراسيل بالظبط بالظبط بالظبط، بس فيها المجموعه دي سي اتش 3. عشان كده زمان كانوا يسموه الساينين ميثايل يوراسيل. هيا ايه الفرق بين اليوراسيل والساينين؟ ها ايه الفرق؟ سي اتش 3. غلط غلط. ليه؟ تعالوا نشوف تحت الميكروسكوب. تعالوا نشوف البوند دي، الكربونه اللي هنا دي ماسكه بكام بوند؟ تعالوا نعد، واحد اثنين ثلاثة. يبقى اكيد الرابعة اسمها ايه؟ اتش. يبقى هنا سي اتش. طب تحت الميكروسكوب هنا الكربونة دي ماسكة بكام بوند؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. يبقى اكيد دي اسمها سي سي اتش 3. اطرح كده سي سي اتش 3 من سي اتش، يطلع مين؟ سي اتش 2. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا اوريدي كان عندي سي اتش، فضفت عليه سي اتش 2 فعملت مجموعه اسمها ايه؟ سي اتش 3. يبقى في الحقيقه الفرق ما بين اليوراسيل والساينين ما هوش ميثايل. الفرق ما بينهم مجموعه اسمها يا اولاد سي اتش 2 ميثيلين. طب الميثيلين ده اللي هو سي اتش 2 في كام كربون؟ واحد. يبقى نجيبه منين؟ من الشيال بتاع الوان كربون يونت. مين الشيال بتاع الوان كربون يونت؟ عندنا اسمه ايه؟ تترا هيدروفوليت. نقول له يا تترا هيدروفوليت هات الميثيلين ويسلم الميثيلين. بس المفاجاه اول واخر مره هنشوفها ان يا ولاد لما التترا هيدروفوليت ده ميثيلين تترا هيدروفوليت، لما يسلم الميثيلين بتاعه كان المفروض برضه يطلع تترا هيدرو ايه؟ فوليت. ده يا دوب كارير ليها. بس اول واخر مره بتقول لك ان في هذا الرياكشن فقط التترا هيدروفوليت هيطلع قد ايه؟
داي هيدروفويد. ايش معنى؟ للفكر بس مش فاهم. هو انتوا فاكرين زمان كنا بنقول لك لما تيجي تنقل اي مجموعه من الهيدرو هيدروفويد انت بتبقى شايلها على مين ومين؟ على نيتروجين 5 ونيتروجين 10. كنت بعد ما تنقلهم كنت لازم ترجع للنيتروجين 5 والنيتروجين 10 دي ايه؟ هيدروجين. زمان كنا بنرجع النيتروجين دي منين؟ من النيتروجين. فين زمان ده؟ فاكرين يا اولاد السيرين هيدروكسي ميثايل ترانسفيريز؟ فاكرين الجلايسين كليفيتش سيستم؟ كل الكلام ده يا اولاد اللي جاي لنا في امتحان السبرينج اكزام. يا شباب تترا هيدروفوليك لما يفقد 1 كربون يونت او تضيف له 1 كربون يونت بيحصل بدل كام هيدروجين؟ 2 على نيتروجين 5 ونيتروجين مين؟ 10. كنت بتعوض الهيدروجين دي منين دايما؟ من ناد اتش. هل في الرياكشن هنا عندنا ناد اتش او اي حاجه بتعوض الهيدروجين؟ اول واخر مره التترا هيدروفوليك بيعوض نفسه. بيعوض نفسه ازاي؟ هو اسمه تترا هيدروفوليت عشان بيبقى فيه اوريدي 4 هيدروجين في اماكن اخرى غير ال N5 وال N10. عشان كده قبل كده كان عمره ما يلمس الاربعه هيدروجين دول. بس المره دي بس اول واخر مره هيضطر يضحي بنفسه ويستلف من نفسه هو 2 هيدروجين من الاماكن الاخرى دي ويحطهم على ال N5 او ال N10 بدل الميثيلين. فبدل لما يطلع تترا هيدروفوليت يطلع دلوقتي اسمه ايه؟ داي هيدروفوليت. ده رياكشن عمره ما هيتكرر تاني بعد كده. كل مره تترا هيدروفوليت يسلم ال1 كربون يونت يطلع تترا هيدروفوليت. المره دي اول واخر مره بس هيسلم ال1 كربون يونت بدل ما يطلع تترا يطلع ايه؟ داي هيدروفوليت. المهم الانزيم اسمه سايميتيليت سينسيز. بس سؤال، هو السايمين ده احنا عايزينه فين؟ ار ان اي ولا دي ان اي؟ دي ان اي. يبقى انا المستحسن ان اكون السايمين في صوره دي اوكسي دي ان اي. طب ازاي اعمله في صوره دي اوكسي دي ان اي؟ هو انا اللي عندي مين اللي بيطلع دايما؟ يو ان اي. يعني خلي بالك الكورنر ستون حجر الاساس عندك في تصنيع البيرميدين انك تصنع المركب ده اللي اسمه ايه؟ يو ام بي. ده مسمى لليو ام بي. تصنع اي حاجه ثانيه انت عايزها. اليو ام بي هاش الطاقه ازاي يتحول لدي اوكسي يو ام بي وبعدين دي اوكسي تي ام بي؟ ينفع يو ام بي يتحول لدي اوكسي يو ام بي على طول؟ لا. عارفين ليه؟ قلنا المره اللي فاتت ان لازم الانزيم اللي اسمه رايبونوكليوتيد ريدكتيز يشتغل على المونوفوسفيت ولا داي؟ لازم داي فوسفيت. فلازم يمشي الاول في سكه طويله. يبقى يو ام بي، بعدين يو دي بي، بعد كده يبقى دي اوكسي يو دي بي لانه لازم يبقى داي، بعد كده يرجع يبقى دي اوكسي يو ام بي، بعد كده يتحول الى دي اوكسي تي ام بي بالسايميديليت سينسي. بالمنظر ده يبقى انت عارف ان الكربونز بتاعت البيرميدين رينج جايه من ثلاث حتت بس. كربون واحد واربعه وخمسه وسته جايين من الاسبارتيك. نيتروجين اللي في رقم ثلاثه جايه من الجلوتامين وكربون اثنين من السي او 2. بعد كده عندنا سلفج اوف بيرميدين، واتعلمنا في السلفج ده انت بتنقص حاجه من اثنين. يا اما البيز يا اما النيوكليوزايد. هنا والله الاهم النيوكليوزايد، يبقى انقاذ النيوكليوزايد يبقى سهل. عشان تحول النيوكليوزايد لنيوكليوتايد يبقى ناقصك مين بس؟ فوسفيت بس. يبقى اسم الانزيم نعمل كده ايه؟ كاينيز. اول واحد اهم واحد يوريدين كاينيز. اليوريدين كاينيز ده بيحول اليوريدين لمين؟ يو ام بي ليوريدين مونوفوسفيت. الكلام ده مهم عشان هنستخدمه بعد شويه. وبيقول لك هو برضه بيشتغل على السيتيدين فبيبقى اسمه يوريدين سيتيدين كاينيز فممكن يحوله لسي ام بي. بس اهم حاجه ما تنساش الخطوه دي، بيحول اليوريدين الى يو ام بي. وفي عندنا اثنين كمان مش مهمين قوي، دي اوكسي سايميدين ودي اوكسي سايتيدين بالكاينيز يتحولوا دي اوكسي
ستيمي بيوتي اوكسي سيمي فلكيوليشن بقى اوف بايوميديل سيلز. ده ممكن سؤال في الامتحان، مين الكي انزيم بتاع البايوميديل سينثيسيس؟ اهم واحد كابسيتو كربامويل فوسفيت سينثيسيس 2. سؤال، لو عندنا يو تي بي كتير، يوريدين تراي فوسفيت كتير، بايوميديل كتير، هل انا محتاج اصنع تاني بايرميدين؟ يبقى اليو تي بيعمل له ايه؟ نيجاتيف فيدباك انهبيشن. وحاجه غريبه قوي، الاي تي بي تعمل له ستيميوليشن. ليه؟ فاكرين زمان في الدي ان ايه؟ كنا بنقول لك زمان كل ايه لازم يبقى قصادها مين؟ جي. كل جي لازم يبقى قصادها مين؟ طب لو مفيش تي يبقى قصادها مين؟ يو. هو سؤال الاي والجي دول تبع عيله اسمها ايه؟ بيورين. طب والسي واليو والتي تبع عيله اسمها ايه؟ بايرميدين. لازم على قد ما اقدر بقى كميه البيورين تبقى قد كميه البايرميدين، عشان لما اجي اعمل البيس بيرنج بتاع الدي ان ايه الاقي كل بيورين قصادها واحده بايرميدين. يبقى بالمنظر ده البيورين لازم ينشط السينثيسيس اوف البايرميدين. لازم الاي تي بي لما يزيد يطلع قصاده يو وتي كتير عشان يقدروا يعملوا البيس بيرنج بتاع الدي ان ايه. فالكلام ده مهم جدا انه بيبقى اكتيفيتد باي اي تي بي والبي ار بي بي طبعا. تاني واحد، تاني نظام كان اسمه ايه؟ اسبارتيت ترانس كربامويليز، بيبقى انهبيتد باي سي تي بي، وزيادة في تأكيد إن لازم البيورين تبقى قد البايرميدين يبقى برضه اكتيفيتد بمين؟ بالاي تي بي. ومش بس كده، السي تي بي كمان بينهبت الانزيم اللي يصنعه اللي كان بيحول اليو تي بي لسي تي بي اللي اسمه سايتيدين سايتيدينيت سينسيتيز. يبقى بالمنظر ده خلي بالك هتتسال في الامتحان، يبقى السي تي بي بينهبت كام انزيم؟ اتنين. الانزيم اللي دايركت اللي بيصنعه السي تي بي سنسيتيز، او الانزيم اللي فوق كمان اللي في اول الباص واي اللي هو اسمه اسبارتيت ترانس كربامويليز. ويقول لك احنا محتاجين بي ار بي بي، ده خطوه مهمه قوي. ليه محتاجين بي ار بي بي؟ انت عشان تحول البروتيت للاو ام بي احتاجت مين؟ بي ار بي بي. يبقى البي ار بي بي برضه سنسيتيز ممكن يحصلوا ريجوليشن بالبايرميدين زي ما كان بيحصلوا ريجوليشن بالبيور. اهم حاجه بقى في البايرميدين سنس، وياك تروح الامتحان من غيرها، ديزيز مهم قوي اسمه اوروتيك اسيدوريا. ده اهم حاجه قوي. يعني ايه اوروتيك اسيدوريا؟ ده نظري وشفوي مهم قوي قوي قوي. واضح من الرسمه دي اوروتيك اسيدوريا ان كميه الاوروتيك اسيد في البلاد حصل لها ايه؟ زاد. وبعد ما زادت في البلاد نزلت فين؟ في اليورين. فعشان كده سمينا الديزيز ده اوروتيك اسيدوريا. اول حاجه الكوز. الكوز بيساوي التايبس. يعني انت هتكتب على تايب 1 وتايب 2 اكتب عليهم كوزز اوف اوروتيك اسيدوريا. تايب 1 نقص في الاثنين انزيمز اللي بيشتغلوا على البروتين. اول واحد كان اسمه ايه؟ اوبرتيز. ايه الاوبرتيز ده؟ بروتين فوسفورايبوزايل ترانسفيريز. وكمان او ام بي دي كاربوكسيليز. بس الكتاب ما كتبش او ام بي. الكتاب كتب لنا مين؟ اوروتيتيليت دي كاربوكسيليز. اكتب بقى المره دي ان الاوروتيتيليت هي تساوي مين؟ او ام بي. يبقى انت فهمت ان الاو ام بي او اوروتيدين 1 فوسفيت اسمها الثاني حاجه اسمها اوروتيتيليك اسيد، او اسمها الثاني اوروتيتيليت. يبقى الاوروتيتيليت دي كاربوكسيليز هو يساوي او ام بي دي كاربوكسيليز. يبقى هنا نقص في الاوبرتيز او نقص في الاو ام بي دي كاربوكسيليز ده تايب 1. تايب 2 2 مع 2. تايب 2 نقص في ثاني انزيم بس. مين تاني انزيم اللي هو مين؟ اوروتيتيليت دي كاربوكسيليز اللي هو او ام بي دي كاربوكسيليز. السيمبتومز الاعراض اكتب على اول سطرين
سنسنج، يبقى انت اول حاجه تذاكر الكوزز التايبس، بعد كده عشان تفهم تذاكر اللي فوقيها السيمبتومز. لما الاوبرتيز يقل او يبقى ديفيشنت والاون بي دي كاربوكسيليز يبقى ديفيشنت، مش هعرف احول الاوروتيك ليو ام بي، فاليو ام بي ده الكورنر ستون، ده الحاجه اللي انا عايز اوصل لها عشان اصنع منه بعد كده السيتوزين والصينين. ساعتها الاوروتيك اسيد يزيد في البلد، ينزل فين؟ في اليون، يبقى اسمها اوروتيك اسيدوريا. بس اكيد مش هي دي مشكلتهم في الحياه. مشكلتهم انهم مش عارفين يصنعوا اليو ام بي، يبقى مش عارفين يصنعوا الصينين والسيتوزين، مش عارفين يصنعوا كل البيريميدينز. الناس دول عندهم ريتارد جروس ومنتال ريتارديشن وانيميا، مهم قوي الكلام ده. ليه؟ مش عارفين يصنعوا دي ان اي ولا ار ان اي اصلا. فيبقى عندهم انيميا وجروس ريتارديشن. التريتمنت ايه؟ العلاج حاجه واحده. هو مين يا اولاد اهم واحد في البيريميدين كلهم؟ اتفقنا مين الكورنر ستون اللي عندنا اسمه ايه؟ يو ام بي. لو انت قدرت توصل لليو ام بي بسكه بديله، ساعتها انت عالجت العيان ده. ايه الطريق البديل عشان توصل لليو ام بي؟ السالفج بصري. في السالفج كنا بناخد اليوراسين ونشتغل عليه بانزيم، قلت لكم المهم يوريدين كاينيز. سوري مش اليوراسين اسمه يوريدين اللي هو النيوكليوزايد. كنا بناخد اليوريدين ونشتغل عليه بانزيم اسمه يوريدين كاينيز، فيحول يوريدين لمين؟ يو ام بي. فيبقى بالمنظر ده التريتمنت ان انا اوصل لليو ام بي بسكه بديله. السكه البديله دي اللي هي مين؟ يوريدين. دايت ريتش ان يوريدين، اديهم يوريدين، ادويت يوريدين. لما تديهم اليوريدين تتسال الميكانيزم اوف اكشن بتاعه اليوريدين ده هيتحول ليو ام بي. بيني وبينك انت المفروض تفهم لما يتحول ليو ام بي بعد كده يبقى يو تي بي، يو تي بي يعمل السيتوزين، يعمل الصينين. بس مش بس كده، ده كمان لما يزيد اليو تي بي ده مهم، يعمل انهبيشن لاول انزيم. اول انزيم اللي هو مين؟ كابسيتو. طب ما هو لما يعمل انهبيشن لكابسيتو هل الاوروتيك اسيد يتكون؟ لا. يبقى انت كمان مش صنعت البيرودين وبس، ده انت منعت تكوين الاوروتيك اسيد. يبقى انت كده عليك الاوروتيك اسيدوريا. يبقى يقول لك اليو تي بي ده بينهبت كمان الكربونيل فوسفيت سنسيتيز 2، فيوقف كمان الدينوفو سينثيسيس ويوقف الاوروتيك اسيد. بعد السينثيسيس اوف البيرودين في عندنا الكاتابوليزم ده. تبقى عارف من الاخر ان الكاتابوليزم بتاع البيرودين ده بيطلع لك ثلاث حاجات. بيتا امينو ايزوبيوتيريك اسيد، بيتا الانين، ويوريا. يبقى خلي بالك اليوريا دي الاند برودكت بتاعت مين ومين؟ بتاعت البروتين والبيرمينين، لكن البيورين الاند برودكت بتاعها يوريك اسيد. في صفحه 217 بقى في حاجه عندكم اسمها امتى البيتا امينو ايزوبيوتيريك اسيد يزيد؟ بيتا امينو ايزوبيوتيريك اسيد ويوريا. او يعني كتاب ما كتبهاش كده، قال لك امتى البيتا امينو ايزوبيوتيريك اسيد يزيد. ده برضه ممكن يتسالها في الامتحان سؤال مهم. هو يا ولاد البيتا امينو ايزوبيوتيريك اسيد ده جاي منين؟ جاي من البيرميدين سينسيس كاتابوليزم. يبقى يزيد امتى؟ لو البيرميدين سيب تتكسر. تتكسر امتى؟ كانسر ولوكيميا. وخصوصا في الناس اللي بتاخد كيمو سيرابي في الكانسر او الراديشن. بعد كده عندنا حاجه اسمها سينثيتيك بيز انالوج. ايه سينثيتيك بيز انالوج ده؟ سينثيتيك بيز انالوج، انالوج ده يعني شبه. سينثيتيك يعني مصنع. احنا قدرنا نصنع بيزس شبه البيزس الرئيسيه بتاعتنا. طب ليه احنا عايزين نصنع بيزس شبه البيزس بتاعتنا؟ علشان اكيد نمنع تصنيع اهم حاجه الدي ان اي والار ان اي.
طب مين الناس اللي احنا عايزين نوقف عندهم تصنيع الدي ان ايه والار ان ايه؟ الناس اللي عندهم كانسر، لان زي ما انتم عارفين الكانسر ده بيعمل رابيد مالتيبليكيشن، فانا لازم احرمه من الخاصيه دي عن طريق اني اوقف تصنيع الدي ان ايه والار ان ايه. يبقى اول استخدام للسنسيتيك بيس انالوج انتي تيومر دراجز. في الانتي تيومر دراجز عندنا اول واحد اسمه 6 ميركابتوبيول. يعني ايه ميركابتو؟ ميركابتو يعني فيه سلفر. كلمة ميركابتو دي يعني سلفر. لما انت حتى هتشوفه في الرسمة اللي عندك في 217 اللي في النص، هتلاقي في الكربونة 6 فوق في مجموعة اسمها اس اتش. فعشان كده سموه 6 ميركابتوبيول. ال 6 ميركابتوبيولين ده بيدخل جوه جسمنا ويتحول لنيوكليوتايد، وعشان هو شبه البيورين فينهبت البيورين سينثيسيس وينهبت الدي ان ايه والار ان ايه سينثيسيس. تاني واحد مهم قوي 5-فلورويوراسيل. ايه ده؟ ده شبه اليوراسيل بالظبط، بس في الكربون رقم 5 فيه معجون اسنان. ايه معجون السنان ده؟ مش انتوا تشوفوا في الاعلانات بتاعت التلفزيون معجون سنان يحتوي على ايه؟ فلورايد. اهو في مادة الفلورايد بتاعت معجون السنان. نجيب معجون سنان يا ولد نحطه على اليوراسيل يبقى اسمه 5-فلورويوراسيل. المهم 5-فلورويوراسيل ده جوه جسمنا يتحول لحاجة اسمها 5-فلورودي أوكسيو إميبي. ده شبه احنا قلنا عشان نصنع السايمين كنا محتاجين حاجه اسمها ايه؟ ديوكسيو ام بي عشان نحوله الى ديوكسي تي ام بي. بالسايميديليت سينسيز اللي هو استخدم ميساي بقى ولا ميسيلين؟ ميسيلين تترا هيدروفوليت. طب ما هو الفايف فلورو ديوكسيو ام بي شبه الديوكسيو ام بي. اخدنا زمان في الانزيمز لما يبقى عندك اتنين سبستريتس شبه بعض يعملوا حاجه اسمها ايه؟ كومبيتيتف انهبيشن. يبقى بالمنظر ده الفايف فلورو دي اوكسي يو ام بي عشان هو شبه الدي اوكسي يو ام بي يعمل كومبيتيتف انهبيشن للانزيم اللي اسمه سايميديليت سينسيز. يبقى عارف اسم المركب وبيعمل انهبيشن، يبقى بالمنظر ده ينهبت الدي ان ايه سينسيس. اخر واحد سيتوزين ارابينوزويد. ايه سيتوزين ارابينوزويد ده؟ احنا في سنه اولى لما جينا نعلمك البنتوزس اتعلمنا ان البنتوزس اتنين في الالدو بنتوز منهم رايبوز وزيت. بس يا ولاد خبينا عليك اهم شجر بنتوز. اهم شجر بنتوز سكر العرب ارابينوز. ليه؟ لان هو ملوش استخدامات كتير اصلا في الاسم نفسه، مش اي حاجه تانية يا ولاد، لا عشان هو ملوش استخدامات تانية. اسم ارابينوز. فقدرنا في المعمل عندنا نصنع او شركات الادويه بدات تصنع حاجه اسمها سيتوزين وتعمل منه نيوكليوتايد. النيوكليوتايد دي بدل ما تحتوي على رايبوز تحتوي على شجر اسمه ايه؟ ارابينوز. فسموا النيوكليوتايد دي سيتوزين ارابينوزويد بما انها فيها نيوكليوتايد او فيها شجر شبه الرايبوز. يبقى بالمنظر ده لو انت دخلتها في الدي ان ايه سينثيسيس ينفع الانزيمز بتاع الدي ان ايه سينثيسيس يستخدمها؟ لا، عشان كده بتعمل انهبيشن للدي ان ايه سينثيسيس. كل اللي فاتوا كانوا انتي تيومر. في عندنا كمان استخدام تاني للسينثيتك بيس انالوج انتي فايرال. ايه انتي فايرال ده؟ احنا من معلوماتنا في الفيسيولوجي او زي ما هتاخد ان شاء الله السنه الجايه في الميكروبيولوجي هيقول لكم ان الفيروسز عشان تعمل انفكشن الانسان لازم تعمل انكوربوريشن اضافه للجينوم بتاعها الدي ان ايه او الار ان ايه جوه الجينوم بتاع الانسان او الهوست سيل عشان تقدر تعمل له انفكشن. فاحنا لو قدرنا نمنع الفيروس ان يكون الجينوم بتاعه او يعمل انكوربوريشن للجينوم بتاعه جوه الجينوم بتاع الانسان يبقى احنا كده عملنا دواء اسمه انتي فايرال دراج. اشهر وارخص انتي فايرال دراج عندنا اسمه اسايكلوفير، مشهور جدا جدا جدا. ده اسمه التجار اسايكلوفير في الصيدليات. اسمه العلمي اسايكلوجوانوزين. واضح ان اسمه
السايكل وجوانوزين، يعني في جوانوزين بس ما فيهاش رينج، ما فيهاش السايكل. بيتحول لأسايكل جوانوزين ترايفوسفيت وينهبت الفيرال دي ان اي سينثيسيس. تاني واحد لسه قايلينه من شويه، سيتوزين ارابينوزويد، يعني بنستخدمه ساعات كفيرال انهبيتور كانتي فيرال دراج عشان ينهبت الفيرال دي ان اي سينثيسيس، بس استخدامه الاساسي انتي تيومر. لكن في بقى دي دواء مهم قوي قوي اسمه اللوبيورينول، فاكرين؟ لكم مش هتكتبوا الالوبيورينول من هناك، هنكتبه من هنا في التريتمنت اوف دواء ده الشفر المهم قوي يا اولاد. اللوبيورينول ليه بيستخدم في علاج الجو؟ احنا زمان عرفنا انك عشان تعالج الجو محتاج تعمل انهبيشن للانزيم اللي اسمه زانسين اوكسيديز. ايه قصه الزانسين اوكسيديز ده؟ تعالوا نفكر. كان في عندنا مركب اسمه هايبوزانسين. هايبوزانسين ده شبه، او بدل ما نقول ده شبه الاول تعالوا نفتكر احنا المره اللي فاتت قلنا هايبوزانسين ده فيه كام اكسجين واحد، ضفنا عليه اكسجين بقى اسمه ايه؟ زانسين. ضفنا عليه انذر اكسجين بقى اسمه ايه؟ يوريك اسيد. بانزيم كل مره يشتغل اسمه زانسين اوكسيديز. قدرنا يا اولاد نخترع دواء شبه الهايبوزانسين اسمه الو بيورينول. الو يعني ايه؟ الو دي يعني شبه. الو هنا بمعنى شبه، فده شبه البيورينز، فعشان كده سموه الو بيورينول. هو شبه مين بالظبط في البيورينز؟ شبه الهايبوزانس. استراكشرالي سيميلر للهايبوزانس. بما انه استراكشرالي سيميلر للهايبوزانس يبقى يقدر يخدع الزانسين اوكسيديز. يعني ايه يخدع؟ بدل ما الزانسين اوكسيديز يشتغل على الهايبوزانس يشتغل على مين؟ على الالوبيورين. ناتج التفاعل ايه؟ بيطلع مركب اسمه اوكسي بيورينول. الاوكسي بيورينول ده بعد كده في الخطوه الثانيه يمسك في الزانسين اوكسيديز يبايند فيه ويعمل له انهبيشن. يبقى دي ازاي الالوبيورينول بيشتغل؟ اول حاجه هو شبه الهايبوزانس، فعشان هو شبه الهايبوزانسين الزانسين اوكسيديز الاولاني اول واحد اشتغل عليه فيتحول لحاجه اسمها اوكسيبيورين. بعد كده الاوكسيبيورينول ده يمسك في الزانسين اوكسيديز الثاني يطيب بايند للزانسين اوكسيديز ويعمل له انهبيشن فيمنع تكون اليوريك اسيد. مش بس لقينا يا شباب ان الالوبيورينول ممكن يتفاعل مع البي ار بي بي، فلما يتفاعل مع البي ار بي بي يستهلكه، فلما يستهلكه كمان بيقلل مين؟ البي ار بي فوسفورايبوزال بايروفوسفيت، يبقى انت كمان قلل البيورين سينثيسيس من الاصل. عشان كده الالوبيورينول ده دواء مهم بس ليه اعراض خطيره ساعات. يعني ليه دي اعراض خطيره؟ بتعرفها في الفارما، لان ما هو لما بيقلل البي ار بي بي يا شباب يبقى في نفس الوقت بيقلل السنسس مش بتاع اليورينس وبس، اليورينس والبايرين. مش كده خلصنا البايرين. ناخد حته صغيره بس كده في الميتابوليك انتجريشن، علشان زي ما انتم عارفين الاسبوع اللي جاي اكيد اجازه ما عدا يوم الخميس، يعني احنا هنيجي بس يوم الخميس بس، لكن الاحد والاثنين اجازه. بص يا شباب، في الميتابوليك انتجريشن في حاجه اسمها فيد ستارت سايكل. اولا يعني ايه ميتابوليك انتجريشن؟ انت طول السنه عمال تدرس ميتابوليزم، عمال تدرس كربوهيدرات ليبيد بروتين ميتابوليزم، بس يجي الوقت اللي لازم نعمل انتجريشن للميتابوليزم. انتجريشن يعني تكامل للميتابوليزم. تكامل ليه؟ عشان نعرف الميتابوليزم ده هنعمله امتى؟ في انهي وقت يا ترى؟ يعني انت قعدت طول السنه تدرس جلايكوليسيس، جلايكوجينيسيس، جلوكونيوجينيسيس، جلايكوجينوليسيس، كل الاسامي دي. لازم تعرف هي هتشتغل في انهي وقت؟ فيدينج ولا فاستنج ولا امتى بالظبط؟
عندنا انتجريشن في الستار فيت سايكل، وبعد كده عندنا انتجريشن في سبيسيفيك كيسز. ايه السبيسيفيك كيسز دي؟ زي اكسرسايز بنعمل انتجريشن معين، زي بريجننسي واللاكتيشن، حالات مش بتتكرر كتير في حياه الانسان يبقى ليها انتجريشن معين. في الانوخليزم، وده يهم الناس اللي بتبقى موجوده في بلاد بره اكتر، دي مهمه بره. واخيرا في الاسترس. اول حاجه ستار فيت سايكل. في الستار فيت سايكل بنقسم الانسان لحالتين اساسيين عندنا. ايه الحالتين الاساسيين دول؟ فيدنج وفاصل. تعالوا نفتكر كده من الترم الاولاني ايه قصه الفيدنج والفاصل. قلنا في الفيدنج، فيدنج اكل معناها ان انت بتاكل جلوكوز. مش معنى جلوكوز، اصل الجلوكوز هو المصدر الرئيسي للانرجي للسيلز كلها. فاول حاجه في الفيدنج لازم تستفاد من الجلوكوز. استفاد منه ازاي؟ اكسره عشان اطلع اي تي بي، يبقى عملنا عمليه اسمها جلايكوليز. دلوقتي بابا اداك 1000 جنيه، صرفت 500 جنيه، اتبقى معاك 500، تعمل فيهم ايه؟ اصرفهم ولا احوشهم؟ نحوشهم. اكلت 1000 جلوكوز، صرفت 500 جلوكوز، طلعت منهم اي تي بي، اتبقى 500، تعمل فيهم ايه؟ تحوشهم. سوري جلايكوجين، يبقى اسمها جلايكوجينيسيس. اتبقى لك جلوكوز زياده تحوشه بصوره ليبيد، يبقى اسمها لايبوجينيسيس. ومن هنا فهمنا ان اكتر حاجه بتتخن هي السكريات والنشويات. عشان كده اللي عايز يعمل دايت ويخس، كان من المفترض انه انت عشان تخس ما تاكلش دهون. ما هو الدهن ده دهون، لكن احنا عمرنا ما بنقول له كده. احنا دايما نقول له ايه؟ ما تاكلش سكريات. ليه؟ لان الاكتر حاجه بتتخن هي الجلوكوز. الكلام ده في الفيديو. طب في الفاستنج، ما فيش انسان عايش على وجه الارض الجلوكوز عنده صفر. ما ينفعش. لازم نوجد جلوكوز باي طريقه. اول حاجه كسر المخزن. المخزن كان عندك اسمه ايه؟ جلايكوجين. يبقى اعمل عملية اسمها جلايكوجينوليسيس. بس انتوا اتعلمتوا في الترم الاولاني ان الجلايكوجين الستورج فور ده بيخلص بعد كام ساعة؟ 18 ساعة من الصيام، من 12 ل 18 ساعة. 18 ساعة يعني كأنها صيام رمضان. بعد كده لازم نعمل ايه؟ جلوكونيوجينيسيس. وآخر حاجة فكر في مصادر بديلة للإنرجي. كسر الليبيد يبقى عامل عمليه اسمها لايبوليسيس عشان تطلع فاتي اسيد وتستخدمها كسورس اوف انرجي. الجدول ده هو اساس كل الستار فيت سايكل. بس تعالوا نشوف هنوظف الجدول ده في الستار فيت سايكل ازاي. اول حاجه يا شباب، احنا هنقسم الستار فيت سايكل لاربع اوقات مش وقتين بس. احنا كنا زمان بنقول لك فيدنج وفاست. لا، هنقسمها لحاجه اسمها ويل فيد ستيت اللي هي تسموه فيدنج. بعد كده نقسمها لحاجه اسمها ايرلي فاستنج. بعد كده فاستنج بجد. بعد كده ري فيد ستيت. يعني كل وقت من دول في اوله هنديله اسم. تعالوا ناخد اول حاجه الويل فيد ستيت. انت تقول لي انت فعلا اكلت كويس بعد اربع ساعات من الاكل. ايه؟ بعد اربع ساعات؟ ليه؟ وانت متخيل زي افلام الكرتون اول ما تاكل الاكل يوصل للبلاد على طول؟ ده المفروض دكتور وعارف ان في حاجه اسمها ابزوربشن، امتصاص. عشان نعمل الابزوربشن ده محتاج كام ساعه؟ اربع ساعات عشان كل حاجه اكلتها توصل للبلاد بتاعك. يبقى امتى تعمل تحس بالويلفيد ستيت؟ بعد اربع ساعات من الاكل. في الويلفيد ستيت انت واكل كل حاجه، كل حاجه عندك افيلر، جلوكوز، رز ومكرونه، لحمه، بروتين، دهون،
زيت وسمنه تراي اسايدريسون، يبقى كل السبستريتس بتاعت الفود افيلبل. بس اهم سبستريت عندنا مين؟ جلوكوز. هو ده اللي عايزين نتكلم عنه. اول عايزين نتكلم عن جلوكوز ابتيك. اول واحده دي جلوكوز ابتيك. من معلوماتنا في الترم الاولين، الجلوكوز عشان يدخل السيلز لازم يدخل عن طريق مين؟ ترانسبورتر. كان كل الترانسبورتر انسولين اندبندنت ما عدا واحد بس، الجلوكوز انسولين اندبندنت ترانسبورتر كان اسمه ايه؟ جلوت فور. فين وفين؟ جلوت فور ده في المصل والاديبوس تيشو والهارت. ليه؟ لان يا ولاد الاورجنز شغاله على طول. بما انها شغاله على طول، لو كانت بتعتمد على الجلوكوز كسورس اوف انرجي كانت عملت ايه؟ كانت استولت على الجلوكوز لصالحها. لا، انا عايزها تعتمد على مصادر ثانيه زي مثلا فاتي اسيد اوكسيديشن، وما تستهلكش الجلوكوز اللي ما يكون موجود بكميات ايه؟ عاليه. بس عشان كده ربنا خلق لنا الترانسبورتر ده هناك انسولين ديبندنت. ما هو يعني ايه انسولين ديبندنت؟ يعني ما اشتغلش الا في وجود انسولين، والانسولين ده يطلع امتى؟ لو الجلوكوز عالي. مش بس الليفر كمان عايزه ما يشتغلش على الجلوكوز الا لما يكون موجود بكميه عاليه. بس الليفر فيه مشكله. هو يا ولاد الترانسبورتر اللي في الليفر اسمه ايه؟ جلوت 2. ده يا ترى انسولين ديبندنت؟ لا، ده بالعكس، ده بيعمل رابط ابتيك ورابط ايه؟ ريليس للجلوكوز. بس في حاجه عايزين نفهمها، دي الانتستين. اكيد من معلوماتنا العظيمه في الاناتومي، معظم الحاجات اللي بنعملها ابزوربشن بتمشي في سيركيوليشن اسمها ايه؟ اورنر سيركيوليشن. اول مكان تعدي عليه هو مين؟ الليفر. الليفر تخيل لو كان بيحب الجلوكوز جدا كان عمل، كان استولى على الجلوكوز كله لصالحه. يا ترى يا ترى كان ينفع يعدي الجلوكوز لبقيه التيشوز؟ لا. طب ما انا برضه عايزه ما يستهلكش الجلوكوز لما يكون موجود بكميه ايه؟ كبيره. اخليه يعمل كده ازاي؟ مش عن طريق الترانسبورت. المره دي عن طريق الانزيم بتاع الجلايكوليسيس اللي اسمه جلوكوكاينيز. الجلوكوكاينيز قلنا لكم زمان ده ليه لو افينتي للجلوكوز. يعني هاي كي ام، يعني ما اشتغلش على الجلوكوز لما يكون موجود بكميات ايه؟ كبيره. يبقى انت كده في اول نقطه ضمن ان الليفر والماسل والاديبوس تيشو والهار ما يستهلكوش الجلوكوز لو كان موجود بكميات ايه؟ كبيره. بس مع الفرق في الميكانيزم، الماسل والاديبوس تيشو والهار خليتهم يعملوا الحكايه دي عن طريق جلوت 4، لكن الليفر خليته يعمل القصه دي عن طريق مين؟ جلوكوكاينيز. وبالرغم من كده الليفر بيريموف تلتين الجلوكوز. يعني شوفوا ده معنى كده ان الجلوكوز اللي بناكله ايه؟ كميته عاليه قوي 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 قوي. ففي الاخر الليفر بياخد التلتين ويعدلنا التلت. بعد كده الجلوكوز الزياده ده من الجدول اللي عندك، اول حاجه تستفاد منه يبقى تعمل ايه؟ جلايكوجين. تاني حاجه تعملها ايه؟ جلايكوجين. فين؟ قالوا لنا زمان ان الجلايكوجين موجود في حتتين بس، ليفر ومصر. فقال لك النقطه الثانيه، اعمل جلايكوجينيسيس في الليفر والمصل عن طريق الاستيميليشن بتاع الجلايكوجين سينسيس طبعا في الوقت ده. طب من الجدول اللي عندك بعد لو عندك جلوكوز زياده تعمل ايه؟ لايبوجينيس. فين؟ في الليفر والاديبوس تيشو، وتصنع بقى براحتك فاتي اسيد وكوليسترول وتراي اسايد جليسرول كل انواع الليبيد. يبقى انت اهم حاجه في الامتحان تحفظ الجدول ده وتالف عليه. لان انا عارف ان الكلام هنا كتير قوي، فلازم تتعلم ازاي تالف عليه. بس من الجدول ده بعد كده يا شباب الليبيد. في الوقت ده انت واكل الليبيد، فاكرين الليبيد كنا بنعملها ابزوربشن في صوره حاجه اسمها ايه؟ كايلوماين. افتكر الفيت بتاع كايلو مايكرون هو ده اللي مكتوب عنه. هو كايلو مايكرون ده كنت بتعمل بيها ايه؟ بعد كانت بتمشي في هذا الوقت كان في هرمون اسمه انسولين.
كان بينديوس السنسس بتاع انزيم اسمه ايه؟ لايبوبروتين لايبيز. كان بيكسر الدجل في الكايروماكرو من مين ومين؟ جليسترول واحد فاتي اسيد. الجليسترول يروح للاورجن اللي يعرف قيمته. مين الاورجنز اللي يقدر يستفاد منه ويعرف قيمته؟ ليفر وكيدني، عشان فيهم انزيم اسمه جليسترول كاينيز. الفاتي اسيد بتروح للتيشوس اللي اتكسر عندها ال VLDL اللي هي زي المصل زي الاديبوس تيشو عشان هي دي فيها اللايبوبروتين لايبيز، او تبقى كارد باي قلب من لغايه الليفر، والليفر لما يحب يصدرها بصوره VLDL. واخيرا الكايروماكرو ريمينانت كانت بترجع لمين؟ للليفر. طب البروتين، بصوا بقى يا ولاد عشان تفهموا انا دلوقتي في وقت الفيلم اكلت بروتين، يبقى انا حولته لحاجه اسمها امينو اسيد. الامينو اسيد ليها سكه من اتنين، يا اما تروح لسكه البروتين سينثيس اصنع منها بروتين، يا اما اتخلص من امينو اسيد. احنا في الترم الثاني عرفنا ازاي تتخلص من امينو اسيد عن طريق انك تعمل ايه؟ دي امينيشن. واول حاجه في الدي امينيشن اللي هي الانزيمز اللي اسمها امينو ترانسفيريز، يعني تعمل منها ترانس امينيشن. طب انت في وقت الاكل تعمل ايه يا ترى؟ بروتين سينثيسيس ولا تتخلص من امينو اسيد؟ لازم اعمل بروتين سينثيسيس. لو تفتكروا زمان في سنه اولى قالوا لنا ان لازم الامينو اسيد عشان تدخل في تصنيع البروتين لازم تبقى تشارجت على التي ار ان اي، لازم تبقى متشال على التي ار ان اي بنظام اسمه امينو اسايل تي ار ان اي سينثيتيز. بيقول لك في هذا التوقيت في الفيدنج بتبقى الكي ام بتاعت الامينو اسيد تي ار ان اي للسنسيتيز للامينو اسيد لو كي ام. يعني ايه لو كي ام؟ يعني هاي افينيتي، عشان اخليه يمشي بسكه تصنيع مين؟ بروتين. والعكس في التوقيت ده بتاع الفيدنج تبقى الكي ام بتاعت الانزيمز اللي بتعمل ديجراديشن للامينو اسيد تبقى هاي كي ام. هاي كي ام يعني لو ايه؟ افينتي. ليه؟ عشان ما اخليهاش تكسر الامينو اسيد، لان انا عايز امشيها بسكه تصنيع البروتين. يبقى في الوقت ده لازم نعمل بروتين سينثيسيس. وبيقول لك من الفسيولوجي ما تنساش حاجه مهمه، ان الانسولين ده انابوليك هرمون، بما انه انابوليك يبقى بيطلع في وقت الفيدنج يساعد برضه على البروتين ايه؟ واللاكتيت. اللاكتيت ده كان طالع فين؟ اللاكتيت ده كان طالع من الانيروبيك جلايكوليسيس. يقول لك ممكن توديه الليفر وهناك في الوقت ده هيتحول لبايروفين. محدش يقول لي هحوله لجلوكوز، لان انا فين؟ في الفيد ستيت. بالعكس ده انا استفاد منه. استفاد منه ازاي؟ بعد ما احوله لبايروفين احوله بعد كده الاسيتايل او اي واطلع منه انرجي. هي دي فكره الانتجريشن، ان كل المعلومات اللي احنا اخذناها طول السنه نحاول نفكر فيها. مين اللي يمشي في انهي سكه؟ يمين ولا شمال؟ سينسيس ولا ديجراديشن؟ وهكذا. مش يا اولاد نقف بقى لغايه هنا ونتقابل يوم الخميس الجاي. شكرا.